مصر للسياحة ووزارة السياحة مهتمين جدا بالسياحة الداخلية في الفترة المقبلة، واحنا زي ما قلت لكم كنا صورنا حلقة في الأقصر عشان نشجع الناس عشان تروح إلى الأقصر وأسوان، هذه المحافظات والمدن التي تأثرت بشكل قوي جدا بانعدام السياحة أو انحصار السياحة في الفترة الماضية. في مبادرة مهمة للسياحة الداخلية أطلقتها مصر للسياحة، معي على الهاتف مين؟ الأستاذ رشاد، دكتور رشاد الرفاعي رئيس شركة مصر للسياحة. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم. أهلا بك. لو تقول لنا إيه هي المبادرة التي أطلقتها مصر للسياحة؟ هيك المبادرة اللي اسمها مصر في قلوبنا، ودي أطلقتها هيئة تنشيط السياحة بالاشتراك مع مصر للسياحة وجميع شركات السياحة في جمهورية مصر العربية. المبادرة دي إن شاء الله بدأت من النهاردة، فعلا بدأت تنفذها من النهاردة 15 ديسمبر وهتستمر إلى 15 إبريل إن شاء الله. احنا عملنا المبادرة اللي فاتت كانت في أجازة صغيرة نص السنة، لكن دلوقتي احنا عملناها الفترة الطويلة دي وقسمناها إلى ثلاث حاجات عندنا: رحلات اليوم الواحد، ورحلات نهاية الأسبوع، ورحلات اللي هي طويلة أسبوع. طيب قول لنا بقى الأسعار، وقول لنا الرحلات إيه بالظبط، والأسعار التفضيلية إيه للناس. طيب أهو حضرتك، إحنا طبعا أهم حاجة رحلات اليوم الواحد، هي رحلة بتكلف حوالي من 180 جنيه أو 190 جنيه. إحنا هيتم دعمها ب 50 جنيه، يعني الفرد هيكلف من 120 إلى 130 جنيه فقط. ودي بتكون رحلة بالباص، هتكون مثلا هتروح في الفيوم او العين السخنة او الاسماعيلية. هنبدأ ان بندي للناس وجبة في هذه الرحلة، برضو بتروح الاهرام، بتروح قناة السويس عشان الناس اللي بتحب تروح قناة السويس. رحلات نهاية الاسبوع ممكن بتروح الناس بتروح اسكندرية او بورسعيد، بينزلوا فندق ليلة وبيرجعوا تاني، ودي برضو تكلفتها بتكون مش اكتر من 200-250 جنيه، برضو هيتم دعمها بحدود 80 جنيه. الرحلة الاطول بقى اللي احنا الحمد لله يعني نجحنا فيها المرة اللي فاتت، الرحلات اللي هي بتاعت القروز، ودي ثقافة جديدة للشعب المصري ما كانوش بيعملوها قبل كده. النهارده بياخدوا المراكب دلوقتي من الاقصر الى اسوان. دي بصراحه دي الرحلات المهمه اللي انا عايز اسال حضرتك عليها، لان هي دي اللي هتشغل محافظات يعني فيها مشاكل، فقول لي بقى هتعملوا ايه في الاقصر واسوان؟ طبعا الاقصر واسوان حضرتك احنا عندنا فنادق قايمه. الرحله ان شاء الله هي دي الرحله الغاليه عشان طبعا فيها تذكار الطيران. تذكار الطيران احنا اتفقنا الحمد لله مع مصر للطيران والاكسبريس ان احنا هندعمهم ان شاء الله، وهم عملوا لنا اسعار تفضيليه، هندعم التذكره في حدود من 300 الى 500 جنيه ان شاء الله. الرحله كلها 3 4 ايام فول بورد طبعا على المركب، هتبدا من 1600 جنيه فقط، وده اسعار يعني هتبقى ان شاء الله يعني اسعار كويسه جدا. في ناس يعني ماشي لو 3 ايام هتبدا من 1300، وبعدين لو 4 ايام هتبقى 1600 وهكذا. احنا عندنا فنادق ثابته وفنادق عايمه. طيب يا دكتور، الناس بتقدم ازاي وتعرف معلومات اكتر عن هذه الرحلات ازاي؟ حضرتك مكاتب مصر للسياحه. اي فندم؟ مكاتب مصر للسياحه. مكاتب مصر للسياحه 29 مكتب في جميع محافظات جمهوريه مصر العربيه، بالاضافه الى 7 فروع في القاهره، بالاضافه الى اي مكتب سياحه مشترك في المبادره هيخش حضرتك بيحجز، واحنا بناخد عندنا هوت لاين الناس بتخش تحجز عليه، ومن جميع مكاتب مصر او شركات السياحه اللي موجوده. طب هل ممكن يا دكتور تعملوا سايت على الانترنت واحنا هنزع لكم عنوان السايت ده ونفضل نقول للناس عليه، بحيث ان انتوا تضعوا الاسعار وكده وممكن الناس تحجز، او بلاش حتى الناس تحجز بس على الاقل يبقى عندهم الاسعار واضحه على النت بدل ما الناس تروح تستعلم من المكاتب، ممكن ده ما يكون موضوع صعب شويه. يا فندم عندنا السايت. اي فندم؟ السايت موجود فعلا وفعال، اللي هو www.misratravel.net ده موجود، وانا هحط الاسعار على السايت ان شاء الله من بكره، هيكون متاح لجميع الافراد ان شاء الله يخشوا. اذا www.misratravel.net
ده السايت بتاع مصر للسياحة يا جماعة، والأسعار هتبقى موجودة من بكرة كما أكد السيد رئيس شركة مصر للسياحة. الأسعار تفضيلية لأن الدولة أو وزارة السياحة دعم هذه الأسعار، دعم تذكرة الطيران، دعمين إيه كمان يا دكتور؟ دعمين الفنادق يا فندم، الرحلات كله يعني دعمين تذاكر الطيران والفنادق. احنا كمصر للسياحة وشركات السياحة اللي اشتركت معانا عاملين تخفيضات في الفنادق، بالاضافة الى دعم من 4.5 مليون غير اللي موجودين متاحين. الكواليتي بقى يا دكتور، الجودة، لانه بصراحة بنخاف انه لما بيحصل هذا الدعم انه الجودة بتبقى متدنية. لا يا فندم، الدعم اتفضل. لا يا فندم، الدعم يعني فلوس موجوده، ده الدعم يعني احنا عندنا فلوس يعني مفيش فيها مشكله خالص. الدعم لا، ده بالعكس، ده الدعم ده يعني ان شاء الله الجوده تكون تمام، وضع على ضمانتنا. يعني الفنادق مثلا نوع الفنادق ايه؟ في جميع زي اللي عايزين، عندنا 5 نجوم، عندنا 4 نجوم موجودين، 5 و4 نجوم اللي موجودين. شكرا دكتور رشاد الرفاعي رئيس شركة مصر السياحة، معي أيضا أستاذ محمد أيوب مسؤول شعبة الفنادق العايمة باتحاد الغرف السياحية. أستاذ أيوب، يعني أنا كنت في الأقصر وشفت حال الفنادق العائمة، والحقيقة حالي حزن، وأتمنى بقى أن هذه المبادرة ويمكن الحلقة اللي احنا قمنا بها أنها تنشط شوية السياحة بالذات باستخدام الفنادق العائمة اللي بعض منها فاخر جدا وعظيم جدا. اهلا بيك يا فندم واشكرك على المذاكره. الحمد لله دي مش اول مره نعملها مع هيئه تنشيط ومع الوزاره، احنا عملناها 2 سنين الفتره اللي فاتت، اجازه نص السنه اللي فاتت طلعنا حوالي 4000 كلاينت السنه دي، زبون اقصد او مشترك. السنه دي الحمد لله احنا عاملينها بحاجه اعلى ومستوى اعلى وفترات اطول. الفتره المره اللي فاتت كنا عاملينها فتره نص سنه بس، السنه المره دي عاملينها من 19/12 لغايه 30/4. كويس. حاولنا على قد ما نقدر ان احنا ندخل مش بس السياحه النيليه، دخلنا الفنادق الثابته، لان برضو الفنادق الثابته فلوس وعصام بتعاني برضو. ده حقيقي، ده حقيقي. وحضرتك رحتي وشفتي، وحضرتك لمستي برضو ان الفنادق العايمه اكثر تضررا في القطاع. صحيح. ده من بعد 25 يناير. صحيح. لان بعض الفنادق فلوس الوصام بيروح لها بعض المجموعات اللي هي تتعلق بالمؤتمرات الخاصه بالنسبه للادويه، شركات الادويه وخلافه. الفنادق العايمه لا. لو حضرتك تتخيلي ان من 286 فندق عائم كان في فتره لمده اكثر من 3.5 سنين، كان اكثر حاجه شغاله في النيل مركبين. للاسف، مع انه ده يعني انا كمان جربت الفنادق العايمه، عظيمه ورائعه. يعني حضرتك المنتج بتاع الفنادق العايمه ده مش موجود في العالم. صحيح. كله. طب يعني نتمنى ان هذه المبادره تساهم في ان الناس تروح، وانتم مساهمين بايه كاتحاد غرف سياحيه يا استاذ ايوب؟ حضرتك احنا جبنا اسعار مع مخفضه معقوله في فترات النص السنه وغير نص السنه طول الفتره، بحيث ان الموضوع ده يبقى الاسعار دي تبقى موضع كذا. نعم. طيب بشكرك استاذ. نعم، ان شاء الله هذه المبادره يعني تؤتي اكلها. بشكرك استاذ محمد ايوب مسؤول شعبه الفنادق العايمه باتحاد الغرف السياحيه. احنا اللي لازم نسند اقتصاد بلدنا، احنا اللي نقدر ندعم هذه الاماكن سواء الفنادق العايمه. المبادره دي مبادره هايله جدا، بنشكر وزاره السياحه واتحاد الغرف السياحيه ومصر للسياحه. الفنادق العايمه في مصر فنادق جميله، يعني معظمها، يعني انا يعني ركبت كتير منها وشفت كتير منها. الفنادق في الاقصر حاجه عظيمه، انا كنت في الوينتر بالاس، حاجه مبهره مبهره حقيقي. الكواليتي مختلف، احسن كتير من جوده دول أوروبية كثيرة. بلادنا رائعة، بلادنا رائعة، وهتشوفوا لما هنعرض الحلقة دي يمكن أجزاء من حلقتنا في الأقصر، هتشوفوا جمال هذه الأماكن. احنا روحنا بس الأقصر وكنا يعني مستمتعين بجمال هذا المكان.
احنا اللي لازم ندعم سياحة بلدنا، احنا اللي لازم ندعم هذه الصناعة، الصناعة دي بتشغل فوق 5 مليون مواطن، احنا اللي لازم ندعمهم، ما نسيبهمش نهبا للوجع ونهبا للألم ونهبا لمزاج الأجانب. يقفل السفارة النهاردة فيحصل سحب للسياحة، يعملوا تحذيرات النهاردة فما يبقاش فيه سياحة، احنا اللي لازم ندعم سياحة بلدنا. أمريكا كده، كل الأمريكان هم اللي بيدعموا سياحة بلدنا، بلدهم. وبالتالي أنا منتظرة كل المصريين في أجازات الكريسماس ورأس السنة والأعياد، وفي أجازات الأعياد القبطية، وفي أجازات نص السنة للمدارس والجامعات، أنا منتظرة أن نرى الفنادق في الأقصر وأسوان وفي شرم الشيخ وفي الغردقة مكتظة بالمصريين. هو ده دورنا، إحنا ندعم سياحة بلدنا في وقت الأجانب يعني منحسرين شوية عن الوطن.